قناة شوف تي في بمناسبة ذكرى يوم عيد الاستقلال، هكذا تحتفي مجموعة من الفرقات الموسيقية بالعاصمة الإسماعيلية بهذا اليوم. هو يوم ذكرى عيد الاستقلال بالعاصمة الإسماعيلية، اللي احتفلت الفرقة الموسيقية بهذه الطريقة، وبقي عدد كثير من الأنشطة اللي غادي تقام في هذا الأثناء. طبعا هذه هي اللوحة الفنية الأولى من نوعها. هذه الحول اللوحة الفنية الأولى من نوعها، وباقي عدد كبير من اللوحات اللي غادي تقام الآن بمناسبة عيد الاستقلال. لأن هذا الفرقة الموسيقية أو هذا النشاط هذا هو منظم من طرف العديد من الجمعيات. هنا تبدأ اللوحة، انتظار انها تبدا اللوحه الفنيه الثانيه اللي ربما غادي تكون هي ديال الاطفال اللي كنشوفوهم كيستعدوا الان باش غادي يبداو اللوحه الثانيه ديالهم اللي هي نشيد. يعني استعدادات باش غادي يبداو الفرقه الثانيه، غتبدا بالنشاط ديالهم. هذا اليوم كي ذكرنا بيوم استرجاع الأراضي المغربية. كما قلت أنه كاين عدد كثير ديال الأنشطة اللي غادي تقام واللوحات الفنية. الاستعدادات لا زالت جارية من أجل انطلاق هذه الحملة اللي غتكون هي احتفالية بمناسبة ذكرى يوم عيد الاستقلال. كنشوفوا أنه كاين عدد ديال اللوحات الفنية اللي غادي تكون الآن بمناسبة ذكرى يوم عيد الاستقلال. لكن حاول أننا الله عيدنا كامل. مشاهدي قناة شوف تي في، بعد قليل تنطلق هذه الحملة الاحتفالية اللي كنشوفوا أنهم كاينة استعدادات الآن بالبرج مولاي عمر. كنشوفوا أنه هذا العدد كبير ديال الجمعويين اللي شاركوا في هذا اليوم اللي هو يوم عيد يومنا كاملين، نحتفيو به جميعا يوم إعادة يوم الاستقلال. اللي بهذه المناسبة نحتفيو جميعا بهذا اليوم المبارك كالسعيد، ونتمناو النصر بهذه المناسبة. نتمناو النصر للجيوش البواسل ديالنا اللي كيتواجدوا في معبر قرقرات. إذن إلى هنا غادي ننتظروا أننا في انتظار تنطلق هذه الحملة الاحتفالية الآن. خليكم معنا.